نلعبوا على يعني من حق اي واحد يعبر على وجهة نظره في اي شيء بما فيه الاعمال الفنية والدرامية على الخصوص، من حق ايضا من يلجأ للقضاء. ولكن الاشكال اللي يطرح هو انه الحجج واهية، يعني مش حجج حقيقية، و يعني الموضوع انه اتخذ ابعاد متعدده، يعني ما بقاش مقتصر على واحد او جوج. وسبق ان طرحت هذه القضيه في بمناسبات اخرى، لذا كان لزاما يعني وضع النقاط على الحروف بان هذا الموضوع راه فيه شيء شويه من الغرابه ومن يعني من شي حاجه ماشي هذيك، على اعتبار ان الأعمال الفنية معروف في العالم كامل أنها كتناول المجتمع بمشاكله وبمزاياه وب يعني بمشاكله وب يعني حتى يعني عيوبه بطبيعة الحال. هذا هو الدور ديال الفني. لما دارش الدور الفن هذا الدور هذا شنو غادي يدير؟ حاجة ما عنده ما يدير آخر. والدراما خصوصا الدراما ما كاينش شي فيلم أو مسلسل أو سواء كان درامي أو كوميدي ما فيش يعني شخصيات سلبية، ما فيش صراع، ما في هذا. ولذا يعني هاد الأمر فيه شوية ديال الغرابة، ومن اللي خدا واحد الموضوع شوية خدا واحد الاتجاه جدي مراسلة الأكاد أو القضائية، قررنا أننا نصدروا واحد البلاغ باش نذكروا بأن راه كاين شي حاجة يعني كونية سميتها حرية الإبداع. كاين واحد الفصل في الدستور اللي هو الفصل 25 من الدستور اللي مرتبط بحرية الإبداع، الإبداع والنشر، وباللي أنه راه المجتمع المغربي والقوى ديالو الحية راه بدلت واحد المجهودات كبرى باش تكون واحد التقدم في حرية الإبداع وحرية التعبير. ونجيو تال دابا ونعاودو نطرحو مسائل بسيطة جدا، حكا راه هاد الشخصيات تسيئ إلى هاد الفئة معينة. هادشي مسائل يعني لا أعتقد أنها تنم عن تمثل صحيح لا للحريات ولا يعني للفن، لانه الى جينا انه الفن ما يمكن يعكس حتى شي حاجه مجتمعيه، ما يهضر على المحامين، ما يهضر على الفرامليه، ما يدير الاساتذه، ما يدير السككيين، ما يدير شنو غيدير هذا الفن هذا؟ تتباش انه شي حاجه شويه غريبه ماشي هذيك. ولذا وان كان الموضوع يعني في الواقع هو في اعتقادي انه يعني نقدر نقول انه يعني تافه هكا، يعني ماشي شي موضوع جدي كبير، ولكن المشكل انه خدا ابعاد جديه. هذا لا يعني انه الفن يبدا يعني غير يشنضل في عباد الله ويدير اللي يبغى الى غير هذا، ايضا ما مقبولاش. ولكن فين كيولي المشكل ملي كيتستعمل الفن لغايه التحقير او 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 المساس بالحريات الاساسيه؟ انا تيولي مشكل. ولكن كيفاش تيكون في هذه الحاله ملي تيكون بشكل مباشر بدون سياق بدون قصه بدون احداث بدون مواقف؟ هنا كيمكن نقولوا انه ممكن هذاك الساعه نهضروا حتى على الفن في حدود الدنيا ممكن نهضروا عليه. اما انك تناول مواضيع اجتماعيه وتناول شخصيات نموذجيه دي بيرسوناج تيب من لا سوسيتي، هادشي راه كانوا ملي بدات البشريه وكانوا في المغرب وكان قديم. دابا هذا هو المشكل ملي كنشوفوهم بحال المسرحيات النقد السياسي والاجتماعي اللي دازت في المغرب، يعني تناولت القضاة والمحامين والفقهاء. وهنا كنركز عاوتاني على الجانب الديني، جانب الدين وكان رجال الدين وكانوا مواضيع ديال 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 المسرحيات المغربيه، وبالانتقاد ولادع وكوميديا ساخره. هل يعني هذا انه موقف من الدين وموقف من رجال الدين؟ لا، موقف من واحد الفئه التي تستغل الدين لاغراض سياسويه. الناس شحال هادو كانوا كيهضروا على ان الفن خصو يكون ملتزم وخصو يناقش القضايا ديال المجتمع، وكنظن ان تركزت في ذهن واحد الفئه انه النقد الاجتماعي خصو يكون غير في السلطه، النقد السياسي وكذا كذا، النقد الاجتماعي لا.
لازم احنا يعني الالتزام في المجال الفني والنقد هذا خصو يكون غير يعني للسلطه الى غير ذلك، ولكن ما نقدوش للظواهر الاجتماعيه. لا خويا، المجال الفني راه تنقد جميع هذا، وهذا حقه حق كوني، ولا يعني ما يمكن يزيد فيه حتى شي واحد، وما يمكن يناقش فيه حتى شي واحد، وما يمكن يحيدو حتى شي واحد. القرار ديال الهاكا الهيئة العليا للسمع البصري هو قرار صعيب يعني وجيري، وتم التواصل بشأنه، وهذا إن يدل على شيء فإنما يدل على أن الهاكا كانت عندها ماشي غير موقف، كان عندها أيضا رغبة في أنه توضع حد لهذا النقاش، اللي هو نقاش كما قلت عابتي في نهاية المطاف، ولكن للأسف تضطر تناقشه لأنه كتولي تناقش البديهيات. ولذا يعني القرار ديال هكا كان واضح، وكان ماشي يعني مع المقتضيات الدستورية ومع القوانين المؤطرة لهذا المجال، ومزيان. بغيناش حنا واحد الوقيته نوليو بحال كي كان الحسبة في مصر، اللي ناضي يمشي يرفع دعوة على شي واحد باش يحبس ليه مسرحية ولا يحبس ليه فيلم ولا يحبس ليه كذا بدعوة أنه وكذا، كان غنوليو شي ماشي معقول. المسألة الإضافة اللي بغيت نزيدها، هذا لا يعني بالضرورة أنه ماشي من حق الناس ينتقدوا الأعمال الفنية من الناحية الفنية. هذا من حق أي واحد ينتقد العمل الفني من الناحية الفنية، يقول العيوب ديالو، يقول المساوئ ديالو، هذا حق مكفول. ولكن كاين فرق ما بين أنك تنتقد عمل فني وأنك تنادي بتوقيفه بدعوى أنه يسيء إلى واحد الفئة اجتماعية معينة، هذا هو الفرق.